فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا صاحب بقالة، وهل يجب علي جرد البقالة وإخراج زكاتها، علما أن أكثر ما في البقالة لم يمضي عليها الحول، حيث أني سمعت أحد طلبة العلم يقول بذلك وأريد التأكد؟ الذي في البقالة من معروضات للبيع، هذه سلع تسمى عروض، عروض تجارة، والعبرة ليس بمرور الحول عليها، العبرة بمرور الحول على رأس المال الذي تبيع به وتشتري. فإذا تم الحول على رأس المال فإنك تجرد ما في البقالة من المعروضات للبيع وتثمنها وتجمل قيمتها وتخرج الزكاة إذا تم الحول على رأس المال لا على العروض أو السلع التي فيه. نعم.